السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين المشتركين المحتملين الجدد. ونواصل مواضعنا فيما يتعلق دائما في المجال القانوني، وخاصة غنعرض كما عرضنا سابقا مواضيع كتعلق بالحقوق والواجبات ديال الموظف، وغنسيروا في نفس النهج هاد الحصة. فإذا كان الموظف عنده حقوق فهو عنده واجبات، وكيعرف الفصل 76 من قانون الوظيفة العمومية بكونه الانقطاع النهائي عن العمل الذي يؤدي إلى حذف الموظف من أسلاك الإدارة وفقده صفة موظف، فيحق للإدارة اتخاذ قرار العزل في حق الموظف متى ترك وظيفته بطريقة غير قانونية. وفي مثل هذه الحالة تعمد الإدارة إلى إنذار الموظف المعني بالأمر بضرورة العودة إلى إدارته خلال السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار. وإلى قضى الأجل المذكور ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، صار في حق رئيس الإدارة إصدار قرار العزل في حقه مباشرة ودون استشارة المجلس التأديبي، وتطبق نفس الإجراءات على الموظف الذي توقف عن عمله قبل أن يتوصل بقرار قبول استقالته. يعني عموما هذه هي حالة ترك الوظيفة التي حق للإدارة عزل الموظف